أنا السلام عليكم ورحمة عليك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، اتفضل. لو الواحد شغال في شركة وبعدين حصل خلاف بينه وبين صاحب الشركة وفتح هو شركة تانية، الناس اللي شغالين معاه في الشركة الأولانية دي اللي هو حصل خلاف معاه فيها، يعني أخدهم عنده، يعني هو لو هو بياخد مرتب 5 قال له هديك 10 وتعالى عندي، هل في ده خطأ؟ ها؟ هل في هذا خطأ؟ لا، هو من فضلهم، كانوا شركاء. مظبوط، وبعدين هو فتح شركة تانية. اي، ما هم شركاء انفصلوا، فله حق في العمالة ولا له حق في العمالة. يعني المهم يعني الناس اللي كانوا شغالين في الشركة الأولية دي هو استملهم ليه؟ قال لهم تعالوا اي، ما اشتغلوا. الشركة كانت مناصفة بينهما، لي ان استميل وله ان يستميل. ما فيش مشكلة يعني. إن شاء الله، سلام عليكم.